مساكم الله بالخير وحياكم الله كل مشاهدين تلفزيون الكويت، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من ديوانية التلفزيون. اليوم ضيوفي خفيفين على القلب، ولكن المحتوى عندهم راح يكون جدا ثقيل. طبعا زميلتنا يسرى العمر وأيضا الأستاذ هاشم الرفاعي. طبعا احنا اليوم موضوعنا موضوع ماكو واحد في الكويت ما تكلم عنه، موضوع الغش. موضوع جدا نهش فينا، نهش في المجتمع الكويتي لدرجة وصلنا إلى مرحلة ما نعرف الجيل وين رايح. إذا إحنا الآن اكتشفنا شوي شوي، وآخر مشكلة اللي اكتشفناها مع الأخوان في النيابة عن كمية حالات الغش وطرق الغش والفلوس اللي قاعد تندفع علشان الناس تغش، مشاركة بعض الأهالي في مباركة هذا الشيء، وهذا خطأ جدا كبير، نتحمل مسؤوليته كأولياء أمور. الآن الحين بدينا نشوف أن احنا وصلنا إلى مرحلة نقدر نقول أن الدولة الوحيدة اللي مخرجاتها هي الغش هي دولة الكويت. لكن أنا اليوم جايب هالمجموعة اليوم عشان أسولف معاها من شيء يعني قلب في قلبي يعني ومقهور منه، وناس وايد مقهورين، الناس اللي اشتغلت ودرست وتعبت وراحت وتخرجت، وآخر شيء أي واحد قاش طول وقته ومعاه نفس الوظيفة. فهذا الشيء اللي احنا لازم نوقف ونوقفه، ولازم على قولتهم يوقف عند حده. ام عبد اللطيف مساك الله بالخير، شلونك؟ الحمد لله، يسلمك. ساعة المباركة، اهلا وسهلا. يسلم عمرك. بغتيبة شلونك؟ يسلمك الحمد لله. شو اخبارك؟ طيب ان شاء الله، عساك بخير. يسلمك، جزاك الله خير. الله يسلمك. انا بديت هالكلمة الأولى علشان آخذ منكم، لأن أنت يعني كنت أستاذة وماسكة منصب في وزارة التربية في وقت احنا ما نقدر نقول أيضا أن الغش فيه ما كان موجود، لا كان موجود. وأيضا الأستاذ طبعا بغتيبة أيضا في وقت، وانا اشوف تغريداته ما شاء الله عليه مو مخلي احد مطلع كبده زين، ولكن ايد واحده ما تصفق مثل ما يقولون. فابي اعرف انا هذا شلون يعني احنا وصلنا لمرحله ان حتى المدرس يقول انا غشيت عشان اصير مدرس، انا غشيت عشان انجح في امتحان مال الاداريه مال اداريه، وهذا الحكي اللي قاعد يوصلنا مع عبد اللطيف. صحيح، فشيء حر صراحه طبعا، وليه متعد احنا كذا مؤلم بعد يعني مو بس يعني. أول يعطيكم العافية على هالاستضافة، بس أنا اللي أحب أقول أول شيء في البداية إنه مؤلم للجميع، ما أقول التربويين فقط، أقول لأولياء الأمور حتى للطلبة نفسهم. الطالب المجتهد مؤلم بالنسبة له، لأن قاعد يتساوى مع طالب جهده يدوب على هذا، واعتماد الكلي على الغش، واعتماد الكلي على حتى المذكرات أنا أعتبرها غشترة. صحيح. حتى المذكرات المختصرة اللي قاعد تعطى للطالب وقاعد يأخذها وتزود من مركز الطالب ومن أي كان من الأماكن هذه كلها، هذه تعتبر غش، هذه تعتبر غش، لأن ما قاعد يأخذ المعلومة بصورة سليمة لها. فبالتالي يعني مع الأسف نقول إحنا من قبل موجود الغش، بس الحين صارت ظاهرة كبيرة جدا، وظاهرة لابد من الوقوف لها، مو فقط يعني أني أنا أعيد النظر في آلية الاختبارات أو أعيد، لا، تحتاج إلى منظومة متكاملة. تعدينا المرحلة خلاص، ها؟ لا لا لا، يعني هي مو مسألة اختبارات. صحيح. وأن مسؤولية فقط وزارة التربية تعيد النظر في الاختبارات وتعيد النظر في آلية الاختبارات واللجان وما إلى ذلك، هذه مسؤولية فقط محدودة عند المدرسة، لكن أنا أبي الجهة الأخرى من المجتمع، ولي الأمر، الطالب، نحتاج ترى علشان نعالج هذه المشكلة هي لابد من وجود وقفة. يعني أنا علشان ولي الأمر هم اللي قاعد يشترون سماعات حق عيال بعضهم، هذا اللي قلت، هي لابد وجود وقفة. الوقفة ما تكون على الطالب ولا تكون على المعلم، تكون الوقفة عند ولي الأمر قبل أي شيء، لأن من يشجع ذلك ولي الأمر. يعني إذا أنت تشجع الطالب على هذه بل ويدافع عن ابنه، إذا في حالة صدر فيه قرار حرمان ولا شيء يراجع الوزارة، يبي يرفع يعني يلجأ إلى مسؤولين، يلجأ إلى أحد عشان يتوسطون لأنه يرفع عنه الحرمان ولا توبة ولا آخر مرة. هذه ما يصير، هذا الفكر، هذا يعني إحنا أصبحنا يعني نفتقد إلى قيم، نفتقد إلى وازع ديني، نفتقد إلى أمور كثيرة تحتاج إلى حوالينهم كلهم نفس الشيء. أم عبد اللطيف، وأنا قاعد أقول لك المجتمع كله بالكامل، فالمنظومة متكاملة، تحتاج إلى إرشاد نفسي، تحتاج إلى إرشاد اجتماعي، تحتاج
تخيل لما تخيل ابو غتيبه لما واحد يقول لك انت درست، يقول لك والله ما عندك سالفه. اي صح. صحيح. ابو غتيبه وصلنا لهالمرحله. هذا الكلام اللي احنا كان يؤلمنا من زمان. اي. وألمنا اكثر شيء انا بطبيعه الحال انا جبتها ليس بالطالب، ولكن نظري أن أستاذ بكلية دراسات تجارية وكان عندي معانا أعضاء هيئة التدريس، ما كنت مهتم ذاك الاهتمام، ولكن أنا كنت مهتم بالطالب، مهتم بالكلية وليس في أعضاء هيئة التدريس اللي موجودين عند الكلية. ولكن بعد في سنة 2012 أو 2011 صرت نائب رئيس لرابطة أعضاء هيئة التدريس، فبدت تفتح لي الأمور وشكاوى من أعضاء هيئة التدريس يوني أنا بالذات، إن كأنك قريب أنا أيامها من مدير عام الهيئة العامة للتعليم والتدريب اللي هو الدكتور عبد الرزاق النفيسي، وأقدر أوصل له الشكوى. أي. يتم حل الشكوى هذه. فرأوا كثير من أعضاء التدريس إن أنا الملاذ الوحيد اللي أنا أوصل، لأن بيباع في 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 لوائح ونظم الهيئة، أعرف إن هذا هو تجاوز اللائحة أو تجاوز النظام أو تجاوز الخطأ. بعدين استقبلت كلية الدراسات التجارية 8 أعضاء من جامعة أثينا. هني بديت أتحرى عن هذه الجامعة، كنت ودي أروح لها أنا. إيه سمعنا عنها. يعني أنا ودي أروح لها، يعني شو أنتوا خلصتوا ما شاء الله. صح. فاتصلت في واحد من زملائنا، قلت له اللي أخذ الدكتوراه، قلت له شلون اتواصل مع الجامعه، شلون يعني انت ما شاء الله خذيت الدكتوراه؟ قال اي بس دش انت على الاونلاين واكتب جامعه اثينا. طيب انت رايح اقول لي ايش حق تخليني ادش الف علمني؟ قال بس اثر الاخ ما راح. اي اصلا ما يعرف ان اصلا باي منطقه في اثينا. يعني بديت هي بغتيبة أكو كذا جامعة حق يعني أثينا، لأن قاعد يقولون في ذاك الوقت إن أكو أكثر من جامعة، فأنتوا ما يصير تعممون على كل واحد طلع من هي جامعة. لا إحنا نتكلم عن الجامعة الأمريكية. أوكي. الجامعة الأمريكية في أثينا فقط. أيوة. أما الجامعات الأخرى ما فيها شيء. يعني نعم. إحنا نتكلم عن الجامعة. فتقدم الطلب أونلاين بغتيبة. هو يقول دهشت على الأونلاين. ما قدرت أسوي شيء. ما قدرت أسوي شيء. يعني كلام عكس ما في شيء. كان في واحد هناك عندنا بالهيئة يسمونه المدير الإقليمي لجامعة أمريكية في أثينا. نعم. المدير الإقليمي بالكويت وعضو هيئة التدريب، عضو هيئة التدريب عندنا بالكلية، هو اللي يتعاقد مع المدرسين، وهو اللي لا كوميشن طبعا، كان مدير اقليمي، اسمه مدير اقليمي. يعني حتى هناك باثينا ابن اثينا هني يسمونه. أيوة. المدير الاقليمي. أيوة. أوكي. المدير الاقليمي. أيوة. فلان الفلاني هو المدير الاقليمي في الكويت. أيوة. اول تقارن معاهم بدت تفتح عندي امور، فتوصلت ان هذه الجامعه غير موجوده. طيب. هو مجرد مكتب. طيب. واحد اسمه أيا كان فقط عندهم مكتب يختمون في عمارة يختم الشهادات. شلون تم توثيقها في الكويت؟ شلون تم معادلتها بغتيبة؟ طبعا يعني من غير ذكر أسماء. أنا يعني ما بيأذكر الأسماء. أيامها كان الملحق الثقافي، رئيس المكتب الثقافي أنا ذاك، الله يستر علينا وعليه. ما بيقول أسماء. كان موجود في فرنسا. أي نعم. اللي هو المسؤول عن نعم. عن هذه الجامعة هو رئيس المكتب الثقافي في فرنسا. نعم. خاطبت أنا ذاك وكيلة وزارة التعليم العالي من غير اسماء، خاطبتها قالت عطنا رأيك سي في رأيك عن الجامعة الأمريكية في أثينا. طبعا هو قاعد على كرسيه،
ما راح طبعا. لما انا استفسر عن الجامعه كرئيس مكتب اطلق طيارتي واروح الجامعه واشوفها هل هي موجوده فيها يعني صرح اكاديمي فيها اعضاء تدريس فيها وفيها هو قاعد. انا ما ابي اخذ من الحلقه وايد بس موضوع. اتصل على الجامعه ها انتم جامعه دش على الساد مالنا وشوف كذا كذا. المهم بلغ هذا ان جامعه موجوده ومعترف فيها وكذا كذا كذا كذا. طبعا هذا يعني عشان ما ناخذ حيز كثير من الحلقه مو عن جامعه اثينا, الحلقه عن القش بصفه عامه. احنا اللي وصلنا الجمعيه الكويتيه لجوجه التعليم لوجود من خلال الشهادات المزوره. اي نعم. بدينا نتجه الى مرحله القش. اي طبعا مرحله القش هذه تبيت عندنا احنا من 2016 كان عندنا معنا اعضاء بالجمعيه اتصلوا علينا الساعه 8:15 بالضبط والاختبارات الثانويه العامه بدت 8:15 تجينا الاجوبه. اي اختبار يبدا الساعه 8. اي 8:15 يجمعنا المعلومات يجمعنا المواقع اللي تعطي وكذا كذا. رحنا قدمنا بلاغ بالنيابه العامه. هذا متى؟ 2016. اوكي. قدمنا بلاغ بالنيابه العامه ورغم البلاغ عندنا موجود. طبعا احنا جمعيتنا في عام النيابه تاخذ الشكوى مالتنا ولكن بعد ذلك تلتجئ الى مين؟ منو؟ الى وزاره التربيه. نعم. احنا جانا بلاغ انه في قش. وزارة التربية لا ماكو قش. نعم. كلام غير صحيح. اي نعم. ردينا 2018 قدمنا بلاغ نفس الحالات. هم انتم استنادا على شنو قلتوا لنا في غش؟ شنو اللي ياكم؟ شنو المعلومات اللي جتكم بو تيبة؟ المواقع مواقع تدز الاجابات؟ مواقع تدز الاجابات؟ اي مواقع سماعات وبالعكس يعني يحطون سماعات؟ اي هاي سماعات اللي يسمعون اي اي سماعات والواتساب. اي ف قدمنا بلاغ ولكن في نهايه الامر يعني ولا تقليل في الدكتور علي المضف احنا رحنا له وكلمناه ولكن ولله الحمد الدكتور حمد العدواني وزير التربيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهل هذا الموضوع استدعى الداخليه و عمليه القبض على. بس المشكله بمشاري مو في العشرين او الخمسة والعشرين راح يولدون دولي اي موجودين صح دولي موجودين يعني صح. احنا مو فقط عندنا شبكة 25 صحيح راح يكون موجودين في غيرهم لان الاساس موجود برا صح الاساس ما قبضوا عليه هو الاساس موجود برا ليش برا هذا الداخل موجودين عندك قاعد يقششون مسألة الثانوية انا برجع للثانوية مرة ثانية مسألة الثانوية موجود برا هو صح ولا صح؟ اي بالسيرفر السيرفر موجود برا من برا عشان ما يقتل عشان ما يصيدونه اي عشان ما يصيدونه يقضي اخوني اي يقضي اخوه باكر يقضي صاحبه يقضي الى الان يعني الى الان. وهناك طبعا انا ما ابي اطول بالكلام هناك حلول كثيره لانهاء عطني هذه اعطوني يلا هذا اللقاء وهو نبي نعرف الحلول. يعني انا ليش اقول الوقفه تحتاج؟ اي لانها وصلت الى ظاهره وظاهره مستفحله لان حتى الطالب حوالينا قاعد يشوف الغش في كل مكان. اي صح خليني نعم. اتكلم بكل شفافيه. لا صح يعني موجوده في كل مكان قاعد يقول ان انا مثل ما الثانويه قاعد اخذها حتى الجامعه اخذها نفس الطريقه صح. اي وانا قاعد مكاني وانا مرتاح وانا ما ادري شنو واني يعني حتى الابحاث انا اصبحت ثقافه امريكا وغير امريكا لو الواحد بيسوي اساينمنت ولا بيسوي ريسيرش ولا شيء لما يدخل على اي موقع من المواقع وياخذ المعلومه يطلع على طول لا بالبحث فيك كذي يطلع بالعرض فيك حق الطالب ويعتبر محضر غش بالنسبه له. أي. فمثل هالامور اكشنز لازم تكون واقعه موجوده هنا. انا ما اقول كذي انا اللي اقوله ان وزاره التربيه مو توقف بس عند وزارة الداخلية وإن تروح تحقق في الموضوع وتكتشف 40,000 20,000 10 20 أي إن كان. الوقفة اللي أكبر من هذه واللي أعمق من هذه إني أنا أوقف على نتائج الطلبة شلون؟ وأعمل مقارنة. طيب أنا عندي طلبة الثاني عشر 35,000 طالب 40,000 طالب أوكي ماشي أي أخذهم أنا وعندي لجان موجودة أشكل لي لجنة عندي
إدارة التقويم وضبط الجودة موجودة في قطاع المناهج، عندي قطاع التعليم العام، عندي مركز المعلومات اللي هي إدارة النظم والمعلومات. نعم. أخذ الديتا كاملة وأعمل مقارنة لكل طالب. مقارنة شنو؟ مسيرة الدرجات ملوتة. أي؟ ما أخذ من الابتدائي، أخذ من الصف الثامن والصف التاسع. أوكي، التاسع يعتبر أولى ثانوي. نعم. الصف الثامن والصف التاسع، بعدين أدخل على العاشر والحادي عشر والثاني عشر، أعمل مقارنة بين درجته بالفاينل، أعمال السنة ودرجاته السابقة. شو يفيد هذا؟ لأنه الأكيوميليشن اللي موجود مال العاشر والحادي عشر والثاني عشر. نعم. بالتالي نسبة النجاح لما يقول لك 90% ولا يقول لك 80% هي ترى مو نجاح الثانوية العامة مال الصف الثاني عشر. مرتكز على السنين اللي قبلها. مال التراكمي هو، لأن له نسبة معينة من الثلاثة. طيب. فأنا لما أسوي أعرف تدرج الوضع وأعرف شدة أثر الغش على المستوى الطلابي، هذا المهم، هذا المهم. طيب شو يفيد؟ يعني أنا كولي أمر أقول لك زين، شو يفيد؟ سويتي البحث هذا وسويتي الأناليسس مالتكم واكتشفتي أنه هو غش. إيه. طيب. غش أوكي. لازم أكو أكشن ما بعد. هذا اللي بعرفه. ما بعد التعليم بالتعليم هذا العالي. لأن أبو قتيبة هو قال أصبحت ثقافة عندنا. إيه ثقافة. فأنا اللي بعدها. القبول مالهم لازم عليه بيك كويستشن مارك، لازم لوقفه ان انا في قبول طالب مثل هذا بهذه الطريقه لازم حتى اتابعه بالجامعه. ماكو اثبات عليه اذا بهالطريقه اللي انت تفضلتي فيها. ليش؟ عنده درجه 1 2 3 يعني على قولتك 12 و11 و10 يعني ياخذ 7 بالامتحان، 7 من 50. اي امتحان وياخذ بالامتحانات اللي موجوده بالاثناء العام الدراسي سواء بالعاشر بالحادي عشر بكذي مثلا اخذه بالرياضيات. أي. وياخذ 7 ولا 8 من 50 وبعدين ياخذ بدرجه الاعمال 25 من 25 يصير يقول تشد وبعدين اخذ لا وبعدين اخذها بالفاينل. أي. مال شو اسمه درجه كامله 50 من 50. انا قاعد اجاوبك يعني من واحد من الشعب يقول لك والله شد حيله وقام يدرس ليل نهار واجتهد ويبتلى مدرسين كولي امر يحاكيك كذي يقول لك يبتلى مدرسين كرفت الولد. عندك اللجنه موجوده غش جماعي موجودة اللجنة ليش أقول لك أنا اللجان تفتح أوراق إحنا وسويناها إحنا. أي. أنا 20 سنة بالكنترول. طيب. سويناها وفتحنا ولقينا لجان من اللجان معروفة بالمكان الفلاني بالمدرسة الفلانية المنطقة الفلانية كان فيها غش جماعي. شنو سويت؟ واتخذ تحقيق فصار فيها إجراء. شنو صار فيها؟ صار فيها إجراء. شنو الإجراء اللي صار؟ الإجراء اللي اتخذ فيها على مدير المدرسة، واحدة من المدارس دخل عليها الوزير في منطقة من المناطق ما يدرون أن هذا وزير كان غش جماعي في داخل القاعة. يعني بس الوزير يعني أم عبد اللطيف نخاف كناس متلقين يقول لك الله اضطر أن الوزير يدش أنه مو وزير عشان لا وداخل زيارة ما يدري. أدري بس ليش ماكو أحد ثاني بلغ؟ ليش ماكو أحد شاف؟ مهم اللي أنا أقول لك المناطق. يعني أنت الحين عندك الرقابة. الرقابة ما تقتصر على نفر واحد، المفروض تكون الرقابة على كل الآلية اللي موجودة. تبدي فيها أنت من البداية. بس هذه مقارنة الدرجات مهمة جدا. لما يحس الطالب أن أكو متابعة وراه وأكو في علامة استفهام حتى في قبوله المفروض يتخذ إجراء. لما عرف أن هذا المستوى مال الطالب وعندك اختبار قدرات، عندك اختبار الحين بعد حتى البليسمنت تيست اللي المفروض يعني كان من ضمن التوصيات أنه يوضع للطالب مو بس اختبار قدرات حق هالمادة ولا هذه المادة. هي. وياخذ فيها سنة تحضيرية. هي. راح ينعرف وانت تشوف نسبة التسرب الطلبة من البعثات الخارجية من صح. هذا هذا كله يبين أنا بس سمعت بهالاقتراح بس أبو قتيبة عنه إن هل هذا فعلًا راح يكون إنه يحطوا لهم اختبارات ما بعد الثانوية؟ ما بعد الثانوية. أنت إذا أنت اجتزت هالاختبار. سنة تحضيرية. بس إذا ما اجتزت إذا ما اجتاز الاختبار شنو يعني؟ خلاص يروح لأي مكان ثاني راح يعرف نفسه ذيك. لا يعني أنا أقصد يعني هو قاعد يأخذ مثلًا. طالب حصل على المعدل أو النسبة اللي حصل عليها 98%. تمام. زين قبل كان بالسبعينات. أي. وخذ 98 خذ الموقع مال منو؟ خذ الكرسي مال منو؟ نعم. مال واحد متفوق. صح صح. أوكي المتفوق خذ بجهده 95% 96% ما انقبل في كلية الطب. نعم. وهذا حاصل أنا أقول لك إياه عن تجربة ترى. صح. ها وخذاها تسرب من أول سنة طلع. صح. شنو ذنب الطالب اللي شو اسمه؟ اللي خسر هذا الموقع. لازم متابعة. ما يصير أنا يعني أكو أوت كام قاعد أقول لك أنا هذه حتى لو تطبق راح تواجه بهجمة كبيرة. إحنا مليمت قراراتنا علشان الهجمة وما الهجمة. أنا المفروض أهيئ من البداية. أم عبد اللطيف يعني مثلا خلينا أعطيك مثال آخر لويا قاعدة تصير اللي هو اختبارات النفط.
في ناس جايبين امتياز من برا الكويت، امتياز ما طافوا الاختبار، كان الاختبار وايد صعب، لكن هذا لا يعني انهم ما درسوا، فانت راح تواجهين نفس المشكله. لا بس منو اللي يضع الامتحان؟ انت الامتحان لما تضع الامتحان اكو امتحان تخصص واكو نعم. امتحان معلومات عامه صحيح. اوكي اكو اثنين، واكو امتحان مستوى انجليزي على سبيل المثال. ايه؟ انا لما احط الامتحان منو اللي يضع الامتحان؟ لما تاخذ المنظومه كامله، انا ما اقول لك بس تاخذ غش وبس وخلاص وتمشي فور جرانتد، ان كل واحد كل طالب فور جرانتد يطلع وينجح وهذا ويصير، وبعدين نسبه التسرب اللي قاعده تصير مهوله ترى من صح. الجامعه ومن البعثه قاعد يروحون سنه واحده وقاعد يرجعون. وين الاحصائيه؟ ايه؟ وين مقارنتها مع الثانوي؟ هذه المفروض ستاتستيك تكون موجوده. هذه بالانجليزي وردون عدل. هذا بس بالانجليزي، وحتى بالرياضيات. انا ما ابي اصدمك ام عبد اللطيف، بس احنا لما نروح حق الطلبه برا الكويت شو يقولون ابو غتيبه؟ اقول له ايش فيك؟ يقول لي انا ما راح اطوف، بس انا جاي اجازه سنه على حساب الكويت، انت انجليزي بالضبط. بعدين ارجع اكمل بالكويت. انزين فهذا هذه مصيبه فتراتك عند لا برايك ابو غتيبه بكلامها، احنا تكلمنا شنو، احنا شلون تقدر توقفه الهجمه هاي؟ شلون تقدر انا ويا كلام ام عبد اللطيف اللي هو نشوف التقييم مال السنه، ولكن هناك في مراحل اخرى للقضاء على 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 هذه الآفة. ودني هي آفة القش، علمني قول لي. وطرحناها عند الدكتور يوم الخميس اللي طاف، كان عندنا اجتماع او لقاء مع الدكتور حمد العدواني، قلنا له طيب ليش نموذج واحد؟ انت تمنع القش ليش نموذج واحد؟ طيب قال له 4-5-10 نموذج. صح صح على اساس ما يعرف شنو يله بالامتحان. وبعدين النموذج ما تكتب فوق هذا النموذج الف أو نموذج باء جيم، لا لا لا، حط إشارة داخل الاختبار تعرف أن هذا نموذج، حتى الطالب ما يعرف أن هذا نموذج، حتى الأستاذ اللي قاعد يراقب ما يدري أن هذا أي نموذج ألف أو باء أو جيم، حتى اللي يوزع الاختبار، حتى اللي ينقل الاختبارات ما يعرف هذا أي نموذج. اللي يعرف النموذج هو 2 أو 3 في الكنترول. بس مو غتيبه، مو قالوا ان في بالسماعات قاعدين يعني يسرب وقت الاختبار؟ صحيح ما عرفوا، لكن في ناس تجاوب مثل ما تفضلت انت، السيرفرز اللي برا الكويت قالت انه يدزون لهم الاجابات وهم لابسين سماعات. اي طيب هذا بنقل منه هذا؟ اي هذا اللي بالسيرفر اللي برا او اللي بينقل منه؟ عندك 10 نماذج، انت باي نموذج؟ انقلك انت باي نموذج؟ أي. فلما انا اوزع النماذج على جميع المحافظات، زين هذه المحافظات فيها النموذج الفلاني، هذا في النموذج وهذا في النموذج، خلط عليهم. ولا على مستوى، عفوا يعني كلامك متم دكتور، ولا اسويه على مستوى مناطق، اسويه في داخل اللجنه اكثر من نموذج. شلون؟ داخل اللجنه هذا قصدي. ايه الكيو احنا مو الحين اللجنه موزعه كيو للطلبه، صوف عندي نموذج A نموذج B C واخلط واخلطهم مع بعض. بس انا حتى قبل هذه يفترض اليه تسليم وتسلم الاختبارات وما الى ذلك. يعني احنا قبل كانت المطبعه السريه لما تطبع الامتحانات ما حد يدري منو اللي بالمطبعه السريه، ما حد يدري منو اللي بالمطبعه السريه. هذا الحكي متعاد قديم هذا، ولا ايش 2013 2014 اي بس كان في غش بوقتها بعد، كان في غش بس ما كان الغش بهالكثافه. لا لا كان الغش في داخل اللجنه، ما كان غش يجيك من برا. عرفت شلون؟ ما كان يجيك غش جماعي يجيك من فلان ومن فلانتان وكذي. ترى بلشت قضيه هذه شو اسمه ترى في 2013 بلشت، لكن اكو انا اقول لك في 2002 اكو في 2000 ولا ايش حق احنا ما حضر الغش موجوده. أي. اكو براشيم قبل اي صح بالقلم داخل رول عنده موجود بالهذا، اكو مكتوب على الجسم، اكو هذه اللي هي ولا بشفسه الكم قبل هذه شفسه الكم كان مخرجنا يراوينا نشفس الكم الربع كانوا يحطون البرشامه هني كانوا يخلونا بالدشادي قبل بالقلم بالرول. فكان عندنا المحضر وكان عندنا موجود ثقافه قالت من السبعينات الحين هذه موجوده. يعني ليش تقول الغش زمان موجود؟ لكن حيل فشي لان التكنولوجيا اللي مستخدمه سهله بالنسبه لهم تداولها شو اسمه. فالمفروض من يضع الاختبار، من يطبع الامتحان، من يسحب الصناديق اللي توضع، هذه المفروض كلها توضع بسريه. وبعدين ورقه الاجابه النموذجيه ليش تنفتح مع الامتحان؟ أي. يعني احنا قبل كنا نفتح ورقه الاجابه اذا كان الامتحان الساعه 8 نفتحها 10:30 اي بالكنترول
بعد ما يخلصوا داخل التجوري خلصوا بس ويكونون مخلصين خلاص، اللي باقي له نص ساعه ولا اللي باقي له شيء انتهى. والبورده هذا تفتحونه عشان التصحيح حق التصحيح، فيجهز لجان يجون الموجهين في داخل الكنترول سواء العلمي ولا الادبي، ويعمل اللجان ملوته ويجهز المعلمين ويجهز كل شيء ويصور. فهذا يعني اكو ثغرات كثيره هذه ممكن انت تتجاوزها. بغتيبه طبعا في ثغرات انا ما كملت. لا لا برد بس ما كملت لي. تقبل وزير التربيه اقتراحكم؟ طبعا. معناته راح يطبقون. تقبل ابو عبد الوهاب مال شو اسمه اللي هو عده نماذج نوعي عده نماذج لل خوش. ثانيا قلنا الاختبارات الوطنيه لما يعرف الطالب انه ما راح يدش اي كليه سواء الجامعة التطبيقي الجامعات الخاصة بعثات خارجية أو بعثات داخلية، ما راح يدخل إلا بعد اجتياز الاختبارات الوطنية. سألت سؤال من ساعة، طيب وإذا ما اجتاز اختبار؟ إذا ما اجتاز شو أسوي فيه أنا؟ أي. عندي مهن فنية. أي. روح حق مهن فنية. هني انت حديت ان انت اذا لجأت حق هالطريق ترى ما كل المهن الفنيه، ما كل المهن الفنيه دراسه جامعيه، احنا محتاجين المهن الفنيه. روح حق المهن الفنيه اذا انت ما تصلح. التعليم عندك ديت صفر. نعم. انت نجحت بالغش. ايه. يعني الان عندما قال ما يخالف اخذك خطوه بس ما يخالف قتيبه عشان بس انهيها. انت الحين وقفته عند مرحله، لكن هو اذا ياه وراح درس برا وياب شهادة، شنو يعيقه من انه هو يشتغل؟ هو الحين وصل وهو اخذ الشهادة بالغش الثانوية زين عدل؟ راح. انت عرفت من الاختبار اللي انت سويته الاختبار الوطني مع ام عبد اللطيف انه هو سقط، فانت معناته غشيت. يروح بنفسه، يروح حسابه، يروح على حسابه، يروح على حسابه، على حسابه، يروح على حسابه من غير موافقة التعليم العالي. اذا انت بتعلق الامر انه لازم التعليم العالي تعطي موافقه. هذا معروف اصلا. ما في اي شخص يروح يدرس برا وهذا الحاصل حاليا اذا ما عنده موافقه من التربيه، اذا ما يتم معادله شهادته حتى على حسابه ماك ما يتم معادله شهادته، فروح خسر فلوس ترجع ما راح تشتغل. اذا ما عنده موافقه من وزاره التربيه من التعليم العالي، اذا ما في موافقه قبل التحاقه او التحاقه باي جامعه من الجامعات ما يقبل، ما تعادل اصلا، ما في معادله شهادته، لا ما يعادل شهادته، لا ما يعادل شهادته، لان بدون موافقه. ترى هذا حاصل حاليا ترى بدون موافقه، اذا يروح بدون موافقه. وهذا اللي صاير، ترى اللي قاعد يروحون بوظائفهم وكذي ويجمع بين الوظيفه والهذا ويروح يسويها ويشتغل وبنفس الوقت ياخذ الشهاده دون موافقه التعليم العالي، ما يعادلون شهادته. بس انا هذا شفت انه وقف مع حكم المحكمه مالت التمييز اللي قالوا خلاص لازم تاخذ موافقه، فبالتالي ردوهم. شفت شلون احنا في وقفه. اي فبس انا بس سؤالي هذا القرار منفذ الان انه اذا انت الحين ما اخذت موافقه من التعليم العالي منفذ. فمعناته ابو غتيبه اذا تم تطبيق الاختبارات الوطنيه هني انت سكرت الطريق. هو اختبارات وطنيه، احنا عم ناقش الاختبارات الوطنيه مع ابو عبد الوهاب. شنو قال؟ قال يا اخي شافوها عائق اختبارات وطنيه. اختبارات وطنيه هو قاعد يقول لنا هي مو عائق. جامعه الكويت مو عائق، بالعكس جامعه لا مو عن عائق تصقل لك هذه. لا 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 قصدي شلون يسوونها العائق. انه شلون يسوونها؟ فرد قال ترى احنا كنا نبي الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي ونظام جوده التعليم هي التي تقوم بهذه العمليه. أوكي. ولكن قال ليش ولكن اين تقام اختبارات وطنيه؟ بجامعه الكويت. جامعه الكويت عندها القدره. صح. عندها القدره وعندها الاجهزه الكافيه انها تختبر الطلبه. ويقول لك اخر شيء في بعضهم يقول لي طيب الاختبار، انا دخلت مقابله مع العداله قال طيب اذا دش المقابله يا اخي ما عنده معلومات وكنسه المعلومات بتعطي معلومات قديمه. قلت طيب اللي يتخرج من برا ويدش اختبارات اداره الخبره، يدش اختبارات ديوان المحاسبه، يدش اختبارات النفط، هذا مو يعطونا معلومات عامه طبعا منها سواء انجليزي او معلومات، هذا نفس الشيء. صح. اذا رجل متمكن صح. او خريج متمكن صح راح اصلا
أكثر ناس تشتكي من مخرجات التعليم الحالية بسبب الغش هم مدرسين الجامعة. الدكاترة يجونا يشتكون يقولون والله العظيم حتى معلومات بسيطة عن الدول العربية ما يعرفونها. يقول هذا شلون يعني؟ أنا عندي أنا طلبة عندي أنا بطلت أعطيهم مسألة مقالية. ليش؟ ماكو أول شيء ما يعرف يكتب. والله أقسم بغتيبة بالله ما يعرف يكتب. أقسم بالله يا من الثانوية العامة نسبته 87 ما يعرف يكتب. اقرأ الشابتر هذا اقرأ الشابتر هذا عربي مو إنجليزي ولا فرنسي عربي ما يعرف يقرأ. الهدف صار محصلة. فسألت طالبة عندي هالكورسي طاف قلت أنت كم نسبتك في الجامعة من الثانوية العامة؟ تقول 87 87 وهي قراءتك يعني وكتابة ماكو وكتابة ماكو وهذا غش وهذا من غش. أنا ودي أطرح شوية نقطة يعني أنا لما أقول قبولهم في الحين لأن صار ليش صارت الشهادة مهمة فالكل يسعى لها بأي طريقة إن كانت لأن الحاصل على دكتوراه لكادر فالكادر هذا فتح لنا شيء إن كل واحد يبي يحصل على شهادة علشان يحصل على هذا الكادر مثل كادر المعلم نفس الطريقة نفس الشيء اللي صار بمسطرة واحدة دون النظر إلى التخصصات نيابة مع الأسف الشديد نيابة مع الأسف فأنا لما أقول هذه شهادة يعني الحين أنا حتى الوظائف بمشاري الوظائف لما يروح واحد مجتهد جاي على يعني لا عنده قش لا عنده شيء حصل على 90% حصل على 88% يجيك الشروط القبول في الطلبة علشان التقدم إلى الوظيفة 3.67 يعني لازم على الأقل جيد جدا مرتفع جيد جدا الجيد ما يأخذونه في القبول أوكي فبالتالي هو راح يسأل لأنه بيروح حق المكان الفلاني وهذا يبي 3 نقاط فما فوق فأنا أحصل على هذه الشهادة بكل سهولة ما يعني مجهودي ما راح يوديني فليش ما يكون معايير مختلفة المعيار لا يعني لا يقتصر فقط على الشهادة الفلانية أو لشيء يعني حتى شهادة الخبرة راحت شهادة الخبرة ما عادت الحين ما حد قاعد ياخذها قاعد ياخذ الا ماستر الا دكتوراه الا الجي بي اي ماله 3 فما فوق فهذه من الاسباب اللي ادت والله من الاسباب اللي ادت ان الطالب يسعى للشهادة اكثر منها الى انه يحصل على ثقافة احنا الحين احصل شهادة لكن انا الثقافة ما يهمني ما عندي ثقافة للاسف الشديد مشكلتنا بمشاري احنا شنو قول والعائق الوحيد اللي موجود عندنا في الكويت عدم الاستقرار السياسي. نعم. أم عبد اللطيف الآن في لجنة. نعم. تمام. راح تقدم اقتراحات وتقدم رؤية نحو التعليم. إحنا راح نحق أبو عبد الوهاب وعطينا جمعية رأيها نحو كذا وكذا 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 وكذا. طيب الآن الحكومة تغيرت. ياك وزير ثاني ياك وزير ثاني مو مقتنع في نظريتك مو مقتنع وهذه وهذا صح واحنا صح على هذا المنوال صح لان انت لو شوف هناك دراسات حتى المناهج الدراسيه يجب ان تقرب المناهج سواء المتوسطه الثانويه يجب ان تقرب يعني الى الان محرك سرب صار له من متى عم نطيب المناهج هذه الموجوده مناهج من يعني هم ترى في تجديد لها في بعض المحاور بس ما يكون يعني طفيف ما يكون كإطار متكامل لا يعني انت شفت البرنامج المتكامل لتطوير التعليم مال البنك الدولي ها اللي صار وكذي ونلغى وراح وبس وكان دراسات يعني هذا واحد منهم على التعليم العالي دراسات كثيره قدمت حق التعليم العالي نعم ولكنها راح يحل ادراج انا مع اقتراحك بغتيبة في تغيير المناهج أنا مع اقتراح وقاعد فعلاً أتكلم فيه في كل مرة يتحصل الفرصة هذا لازم يتغير هذا السبب الوحيد اللي يلجأ الطالب إلى الغش المعلم يعني المناهج بالإضافة إلى المعلم المعلم لازم يعرف شلون يدرس المعلم أنا يجب أن أعطيه ترخيص لازم رخصة المعلم برافو عليك يعني أنا قبل الله أخليه صحيح. معلم داخل مدارس حتى الابتدائي حتى المتوسط حتى الثانوي بس دكتور المعلم أنا خريج عندي من كلية التربية الأساسية من بهيئة التطبيق أو من كلية التربية بجامعة الكويت نعم طيب شنو التحصيل العلمي شنو التحصيل العلمي اللي عنده طيب عطى لا هو يقول لك بغتيبة إنه خلص ويمكن أبو عبد اللطيف باخذ رأيها بس أنا
أنا وياك في هذه القصة، لأني أنا تكلمت عنها قلت شان زين أنه يكون بعد الشهادة الجامعية يكون اختبارات ودعم بالكورسات وتعطونهم زيادة مقابل أنه هو عند القدرة ولا عندها القدرة أنه هي فعلا تقدر تدرس هذه المادة. نعم. لأن أكثر ولياء الأمور والطلبة يقول ما إحنا فاهمين عشان شيء قاعد نحط مدرسين خصوصيين. صح. لا تأخذين كلامه أنه هو بالعكس كلامه أنا يدعم. أنا لأن ترى قبل اللقاء إحنا قاعد نتناقش نفس الموضوع. أي أي أي. أنا لما أقول العملية التعليمية والمنظومة التعليمية ما تأخذ بس تعيد النظر في نظام التقويم ونظام نظام التقويم جزء من منهج، والمنهج أنا ما أقصد المنهج الكتاب المدرسي، المنهج اللي هي البيئة المدرسية متكاملة، منهج ومعلم وطالب. فإذا أكو خلل في واحد منهم مو بس تعدل الخلل، لازم تعيد النظر في كل شيء. نعم. يعني الحين أنت قاعد تعيد النظر في الامتحانات وتسويها موحدة وتسوي كل شيء وبنفس الوقت الامتحان أو المناهج على أطمام المرحوم. لا صح. هذا مو صحيح. ما يصير. أنت قاعد تشتغل مثلاً على تقويم مستمر ongoing assessment. صح. 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 إنزين وتي على نفس المناهج التقليدية اللي هي تساعد وهدفها الحفظ والتلقين. نعم. شلون يصير؟ صح. ما يصير. فهذا في تصير المناهج. إذا وصلنا لاتفاق رقم واحد. تغيير المناهج. نعم. على هذا اللي انت قلته. طبعا الدراسات موجوده على فكره. عفوا الدراسات موجوده وتثبت ذلك. لا الدراسات ايه؟ الدراسات موجوده. ايه ايه؟ بس مو مو ما لهم خلق يبطلونها. ايه. ما لهم. عفوا ابو مشاري تدري الدراسات ايه تغيير المناهج تدري لما يقوله عن رخصه المعلم معلمه. تدري رخصه المعلم خالصه وجاهزه للتنفيذ من 2010. نعم. لا والله صح. نفذوها دول مجلس التعاون قبلنا واحنا من 2010 جاهزه. اعطيني نبذه عنها بسيطه. انا اقول لك أنا حق الناس لان في ناس ما يدرون عنها. لان في خطه التنميه كانت من ضمن لا كانت قرصه ايه؟ المعلم. انا رئيسه الفريق. تمام. سويناها كامله من 2010 الى 2015 خمس سنين تهيئه بتدريب المعلم. ايه. هذا رقم واحد. وبعد شنو؟ لحظة، خمس سنين بعد ما يتخرج أهيئة وخمس طيب. سنين شنو علشان أهيئة أنه وراك رخصة فبالتالي يحرص على التدريب. تمام. هذا واحد. خمس سنين من 2010 إلى 2015. طبعا لقاء مكافأة كبيرة إذا حصل على الرخصة. عدل إيه لأن الرابع رح يصير فيه موتيفيشن. الحين أقول لك إياها من 10 إلى 15. تمام. والتوأمة مع منه وزارة التربية ما تشتغل بروحها مع كلية التربية لأن هي اللي معطيتني إياه. تمام. فمعطيت لما تعطيني إياه مع كلية التربية وكلية التربية الأساسية هي اللي قاعد تعطيني المعلمين. نعم. هذه رقم اثنين من 2015 إلى تبديع التدريجي جراديول أول أبدي في المعلم اللي هو حديث التعيين. تمام. لأنه ينيرو جاهز. تمام. جاهز حق التدريب والهذا. حق التدريب. الخمس سنين عندي المعلمين وقسم المعلمين إلى فئات حسب الخبرات وحسب الكفاءة. وبعدين أكو عندك معلم كويتي وعندك معلم غير كويتي. نعم. المعلم غير الكويتي عشان ما تتعب عليه وبعدين يقولك أنا بخلص عقدي ومع السلامة. نعم صح. فالمفروض لا سيستم معين تغطيه وتسويه والمعلم الكويتي لا تدرج بالكامل. حصلت على الرخصة الفلانية حصلت على لها معايير. أي. معايير موجودة معايير معينة الدورة الفلانية لك هالكثر لك الدرجة الفلانية لك أنك تترقى إلى رئيس قسم وزيد الراتب. لا الكادر مربوط. يعني هو الكادر ما شفته أوقف عنك الكادر. الكادر مربوط. أخليك على الكادر العام أحطك على أدري بس إذا ما اجتاز الدورة شو يصير فيك؟ هو مو معلم ما يقدر يدرس معناته صح؟ لا درس أبني عنك الكادر. لا أنا ما بيدرس. عفوا دكتور أنا ما بيدرس أبي يرجع يسوي الدورة مرة ثانية. شفت لما يعيد مره ثانيه ويعيد العيد مرتين بعدين ما يعيد راح توقف الترقيه مالته وراح توقف راح يوقف الترقيه. بس ما يدرس وحتى التدريس وين تاخذونه؟ لا التدريس راح يصير عملي في داخل المدرسه. لما يدرس لصف واحد ويكون بمتابعه رئيس القسم. يعني كنا عليه رقابه بسبب فشله في اجتياز لان ابو مشاري دكتور سويت والله لو هالسيستم هذا ما خوش برنامج. شوف والله العظيم سويت والله لو هالسيستم هذا ما شفت فيه ايه؟ من 2010 ايه؟ كان الان الكويت تلقاها في المراحل في الان انت شوف جامعه الكويت وين في صارت. ليش ما مشى؟ الطريقه غير رسميه. العمل غير مؤسسي. ها؟ العمل غير مؤسسي. يكون العمل مؤسسي ما يتاثر بوزير يمشي وزير يقعد يكون العمل مؤسسي استقرار سياسي. معناته تحتاج الى قوه راي انها تمشي القرار هذا لان الدراسه جاهزه جاهزه مخلصينها انتم من 2010 معتمده
معتمدة من أكبر ومعتمدة من مو بس وزير، معتمدة حتى من مجلس الوزراء، لأنها إيه مشاريع متكاملة تحت منظومة تطوير التعليم. الكلام هذا الآن أنا يريت أنا ما ألحق هذا في وزير التربية والتعليم العالي. نعم. أنا ألحقه في المجلس الأعلى للتعليم. نعم. هذا الكلام هذا يجب أن يلحق المجلس الأعلى للتعليم. نعم. اللي هو يكون على رأس الهرم ماله رئيس مجلس الوزراء. نعم. وليس وزير التربية والتعليم العالي. حتى يكون ثابت في القرار. حيكون أيوه ما يتغير. ريك. ما يتغير، يروح وزير وزير. أيوة. وزير ما صحيح. يتغير هذا يكون مع رئيس مجلس الوزراء دارج عدول ما عدل هذا المجلس الأعلى للتعليم. والله فاجأتيني صراحة في أن هذا القرار موجود وإحنا قاعد نطالب فيه وهو موجود. والله موجود. في الأدراج. لا واللي يشتغل ويقول رخصة المعلم أرد أطلع لهم الدراسة وأعطيهم إياها وأقول لهم لا تبدون من الصفر. من 2010. هذه اللجنة من 2010 مخلص المشروع مقر من 2010 على أساس تطبيقه وخطة تنفيذية. والله العظيم مسوينها بالشهر. هو احنا تكلمنا عن منظومه كامله الحين تونا في البرنامج موجوده ترى مقرره. لا لا حتى الاختبار اللي تتكلم عنه ابو قتيبه انه بعد ما نخلص ثانويه ناخذ اختبارات وطنيه. اختبار موجوده موجود كل شيء موجود. حتى مدرسه تخصص لتدريب المعلم قبل التخرج مع كليه التربيه. ايش رايك تبي الصج ولا تبي ودعم انه لازم مدرسه لا يعني شوف المدرسة لما تكون في مدرسة تخصص من قبل وزارة التربية بإشراف كلية التربية عشان التربية شفت التربية العملية اللي يأخذون الطلبة ويوزعونهم علشان يأخذ له كورس ولا كورسين للتدريس إنه يكون في مدرسة من المدارس تابعة وبإشراف كلية التربية إيه اللي تخرج المعلمين تعطيهم سنة يعني الحين لا وتدري شنو المقر بعد مع رخصة معلم إن كلية التربية ما تكون يمكن بيضجون علي الناس بس ما يخالف متعودة 4 سنوات أكو سنة خامسة تدريب. أيوة. قبل لا يلتحق بال هذا اللي احنا تكلمنا فيه سنة خامسة تدريب تدريب قبل لا يدش سوق العمل ويدرس. طيب بو قتيبة يعني هذه بسبب ضغوطات يعني هذه الدراسة موجودة من 2010 نعم. لو طبقت مثل ما تفضلت صح كان الحين احنا وصلنا بالتعليم فقنا المناطق كلها احنا بامكاننا ان نطور المنظومة التعليمية اي ولكن مشكلتنا والعائق الوحيد اللي موجود عندنا هي الضغوط السياسية نعم قاعد تقطع عنا الحبال نعم كل ما تصدر خطة أي. تلقى اكو ضغوط سياسية كل ما تصدر خطة اكو ضغوط سياسية يوقفونها فاحنا احنا اذا وراء هاي الضغوط السياسية ما راح نطور الكويت راح تكون محلنا كسر صحيح خلينا نبعد الضغوط السياسية عنا والله صدمتني ابو قتيبه انت ومع عبد اللطيف ان الدراسه موجوده ما رخصت المعلم منظومه كامله اي نعم وهذا الحين الغش اللي احنا قاعد نشوفه تبعات بسبب عدم تطبيق اختبارات المنظومه اختبارات الوطنيه موجوده أي؟ اختبارات رخصه المعلم موجوده بس مو قاعد تطبق نعم مو راضي يطبقونها عفوا الضغوط السياسيه نعم مشاري واقول لك بعد شويه بس علشان بعد تقول شو اسمه ان المنظومه المتكامله لما كانت مقره معايير اختيار المعلمين موجودة بالتخصص فيه جاهزة معايير المناهج موجودة بالتخصص حسب التخصصات 15 مادة موجودة معاييرها مجرد أنت تجيب كتاب وتنفذه وفق المعايير الموجودة والمعايير مقررة عالميا بعد مقررة عالميا وماشية يعني الجهد كله مسوينا خالصين وماشية حسب شنو وماشية حسب الثقافة وحسب الظروف الاجتماعية بالكويت يعني حسب ظروف الكويت إنها دولة إسلامية عربية نعم. كذا كذا موجودة داخل هذه مجرد تنفذ الكتاب تعمله وفق المعايير الموجودة كله جاهز للتنفيذ والحين اللجان اللي قعدت هي كله دائما يقولون ما نبدي من الصفر لأن المشروع موجود ما نبدي من الصفر لأن هذا موجود أوكي زين بلشوا نفذوا التنفيذ المشكلة في التنفيذ فقط لا غير المشكلة في التنفيذ أنت لا تزالين مع عبد اللطيف involved في اللجان ولا أي أنا الحين هذه باللجنة طيب التطوير. سؤالي ليش مو قاعد نفذون هذه الخطة ما دامها ناجحة وموجودة في الأدراج من 2010 قول يلا إن شاء الله هاللجنة لا لا تدرين ليش لأن وزير التربية حصل توجيه من مجلس الوزراء أن اتخذ ما تراه مناسبا من أجل خلاص التعليم اندمر فبالتالي إذا في دراسة موجودة بقتيلة عندنا احنا عملنا قانون الجمعية الكويتية للتعليم عملت قانون حظر
استعمال شهادات القير معادلة. احنا سويناه، واحنا اللي قدمناه حق مجلس الامه. ممتاز. وتم خروجه كان مجلس الامه هم، ولكن احنا قدمناه. ممتاز. اول عضو اخذ من الدراسه هو النائب الفاضل مفهد فيصل الشايع. طيب. لما كان نائب. طيب. اخذ من الدراسه وراح قدمها في لجنه التعليميه. حلو. بعد سنه سنتين ثلاثه بدينا احنا نمشي وراها. قدمنا دراسه ثانيه اللي هي تسيطر على جميع، مو التعليم العام، التعليم العالي. طيب. اللي هي هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي. أكاديمي. هيئة. أوكي. هيئة الاعتماد. و... و... والمسؤولين الكبار يخافون من كلمة هيئة. معناته هذه الهيئة يكون عندها الصلاحية أن هي هيئة الاعتماد والتفتيش. شهادتك مو معترف فيها. شهادات الأبحاث الترقيات. هي. المدرسين قبل اي يتعين. اي بالضبط. قبل يتعين هذه يسوونها هيئه الاعتماد والتفتيش الاكاديمي. هم عندهم حساسيه من كلمه هيئه فيها فلوس. اي يعني ما فكروا بالتطوير. هيئه فيها فلوس حطيتوا هيئه طرق وهيئه مش عارف ايش هيئات كثيره. جيتوا على هيئه اللي التعليم هي عمود الدولة. بالعكس هي هذا عمود أهم الدولة. أهم شيء هذا أصلاً. ويجي تقول لي والله هيئة فيها فلوس. طيب هذا ما تركب. طبعاً. هيئة فيها فلوس. اللي يبي يحصد لابد أنه هو يزرع أول شيء. هذا لازم. يعني لو الموافقة على هيئة الاعتماد اسمها هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي. موجودة الدراسة عندهم. بالتربيه يعني بالتعليم العالي معطينا مجلس الامه. هذا سؤال. هذا سؤال. اعطيناه احنا مجلس الامه. اوكي. الدراسه كامله موجوده. اعطيناها رئيس مجلس الوزراء. نعم. الشيخ صباح الخالد. واعطيناها قبل صباح الخالد الشيخ جابر المبارك. جابر المبارك دراسه كامله اعطيناها موجوده. تم توثيقها وتم توثيقها اعطيناها هي. تمام. أم عبد اللطيف أبي أرد معاك على قصة إحنا نشوفها يتداولونها المدرسين ومدرسات، يقولون إحنا ما عندنا القدرة إن إحنا أو إحنا ما عندنا الكفاءة أو مو الكفاءة آسف ما عندنا القدرة إن إحنا المناهج هذه نقدر نوصلها حق الطلبة في الحيز البسيط اللي أنتوا أو معطينا إياه. نعم. سامحين لنا يعني حشر 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 عرفت شلون يعني. نعم. احشر المادة بمخ الطالب. صحيح. طيب هذا وأنا أيضاً معاهم. نعم. أنا معاهم. أنا مع المعلمين إن في عبء على المعلم بالمناهج اللي موجودة. ليش المناهج اللي موجودة؟ يعني أنت المناهج تحطها وفق معيار. نعم. والمعيار محدد ومقر من قبل التوجيه الفني. نعم. بس هو يحتاج إلى ساعات دراسية. يحتاج إلى ساعات دراسية. والحين المؤلم اللي تو طلع اللي قاعد يقول لك إن إحنا أكثر. يوم دراسي موجود عام أكثر عام دراسي إحنا يوم دراسي أنا أقول لك اليوم حتى اليوم الدراسي أكبر خطر هذا يعني قبل كان القرار إحنا نسميه القرار رقم واحد. قرار رقم واحد اللي فيه توزيع الأيام من بداية العام الدراسي بالإجازات بالهذا لنهاية العام كان لما يطلع لا يمس بتاتا. نعم. ما في والله إجازة طلعوا إجازة حطوا إجازة مدري. أنت قاعد تشوف الطالب الحين يمتحن الثانوي الابتدائي 50 يوم احنا قد صارت عطله لا يعني شيء هذه لازم يعاد النظر فيها علشان التكوب اللي تصير شنو تصير موائمه للمناهج اللي موجوده. هو المناهج مو متكتسه لكن الايام اللي موجوده وبعدين ما في يعني انت لازم تعطي المعلم حريه شويه ما يصير. نعم. يعني انت تعطيه الخطه وتقول له باليوم الفلاني بالساعه الفلانيه بكذي تخلص لازم مثلا الوحده الاولى من الكتاب. صحيح. انزين اكو فروق فرديه بين الطلبه. يفترض ان المعلم ياخذ حريه براح من الوقت ياخذ براح من الاستقلاليه في كيفيه توصيل المعلومه الى الطالب. قاعد اسمع شكاوى عبد اللطيف الناس لما قالوا انه والله دشينا في العطله الدراسيه لين شهر اثنين قالوا بسم الله تونا بادين. يعني هذه اولياء الامور قاعد يقولون ما يخالف يقولون احنا نبي ندرس عيالنا. أيه. يقول يعني انحشروا في فتره بسيطه. أيه. وقطوا عليهم كميه من المعلومات. يقول حتى احنا لما نعين مدرسين وهذا سؤال حقكم ذناتكم يقول لما نعين مدرسين ما احنا قادرين حتى نوصل لمرحله ان عيالنا يستوعبون شنو الطريقه
يعني اللي نقدر ابو غتيبه وثم ام عبد اللطيف اللي احنا نقدر نوقف هالسالفة المعلمين. انا اكثر الناس يشتكون لما يقولوا لي المعلم الخصوص هو يقول انا ادرس فانا ما اعطيهم الماده كامله عشان اقدر استفيد من هنا. نعم. فيقول انا ما راح اعطيهم اللي يحتاجونه وهذا اللي يحرك. ولو في ملاحقه يقول لك انه قالوا في ملاحقه حق ما شفت انا شفت انا شفت تصريح ما تصاريح بس ما شفت تصريح فقط بس تصاريح ولا الان قاعد يحطوا الاعلانات بالجرايد طبعا انزين الى الان قاعد مدرسين خصوصيين الى نحط الاعلانات بالجرايد زين انا اقول يعني الحين مثلا التوجيه الفني حاليا في الايام الحاليه انا ما استشعر انه قاعد يؤدي دوره نفس الدور الاولي شلون انا يعني الحين طالع في قرار طالع بالنسبه للاداره المدرسيه ان هي من تضع تقويم الكفاءه نعم زين الموجه الفني شنو دوره ان النسبه أوكي. الاكبر راح تكون حق مدير المدرسه لانه قاعد معاه على طول اوكي بس اكو ناحيه فنيه صح الناحيه نعم. الفنيه من اللي يقرها فانت لما تشوف الناحيه الفنيه مهمشه وما قاعده تقيم التقويم السليم وما له دور الموجه ايش راح يسوي من اللي راح يتابع صحيح. الناحيه الفنيه من اللي راح يتابع طيب. انا كنت مدير مدرسه لما يحضر لازم رئيسه القسم معي لما تحضر حق معلم لازم رئيسه القسم لان رئيسه القسم راح تعطيني الجوانب الفنيه نعم لكن انا اخذ الجوانب الاداريه الكنترول على الصف وما الى ذلك لكن رئيسه القسم راح تعطيني رئيسه القسم من اللي راح يوجهها من يعطيها التعليمات الموجه المفروض صح فاذا كان الموجه ما له دور في هذا الشيء شلون تبي يكون في متابعه ويكون في عشان كذي شويه ابو غتيبه بسالك سؤال يعني بحكم عملك في عماده القبول والتسجيل شنو اكثر التخصصات المطلوبه من الشباب وشنو تنصح الطلبه اللي يعني جايين على التطبيقين هاي يدخلون في هذا الامر 90% انا اقول لك 90 ها 90% طبعا من التخصصات نعم يروحون تربيه اساسيه ليش كادر خاص كادر عشان الكادر 90% من الطلبه يعني كليه الدراسات التجاريه هي الوحيدة طبعاً اللي متقاربة مع كلية التربية الأساسية لأن كلية الدراسات التجارية تبلهم سنتين أما التربية الأساسية بكالوريوس 4 سنوات فأصبحت كلية التربية الأساسية إحنا عندنا القبول نعم كلية التربية الأساسية الكويتيين 70% تمام بس شوف الأعداد المتقدمين مثل كلية التربية الأساسية محتاجة الكورس هذا 7000 طالب أو 5000 طالب فيأخذ أكثر معدلات نعم. يعني يأخذ يمكن 75 76 77 ولكن هذا مو معناته إن اللي معدلها 70 ما راح يدش كلية التربية الأساسية لا راح يدش وين يدش راح تكمل في تدخل كلية الدراسات التجارية تكون بريدج جسر للعبور إلى كلية التربية الأساسية إذا جابت معدل 3 نقاط نعم. أو 3.5 و14 وحدة أو أقل من 30 وحدة تقدر تلتحق بكلية تحويل إلى كلية التربية الأساسية وهذه المشكلة وهذه المحظلة يعني إحنا الآن يعني كلية التربية الأساسية تلقى في الفصل الثاني خلط ما في أحد لأن المسجدات اللي دشوا عندنا أو اللي دشوا عندنا في الفصل الأول خذوا 14 وحدة وطلعوا ثلاث ارباعهم راحوا كليه التربيه الاساسيه راحوا ويطلعوا يعني نسبه اعداد طبعا الموجودين مقبلين بالتربيه الاساسيه يعني حوالي اقول 22 23 الف طالب طالب نعم بس هل هم وفق حاجه سوق العمل؟ مو حاجه سوق العمل هاي مو حاجه سوق العمل وزاره التربيه تفقد انها تسوي كنترول على وقف بعض التخصصات تربيه فنيه تربيه رياضيه تربيه موسيقيه ليش ما عندك مكان تعينهم وين بعينك وين بعينك عدل المفروض يوقفون الحين تخصص بعض التخصصات وقفوها مثل التصميم الداخلي الحين التصميم الداخلي وقفوه عندنا تمام قرار بعض التخصصات التربيه الفنيه وقفوها الان في فتره بس وقفوها فتره في فتره من الفترات وقفت رياضه وقفت بتخصص رياضه الاطفال واقف الحين للان واقف الحين واقف ابو غتيبه هل يعني سؤالكم اثنيناتكم هل فعلا انت اذا تقول لي العدد 22000 23000 يعني انت كل سنه كأنك تقول لي 22000 انا عندي القدره اني اعين هذا له في وزاره التربيه ولا في الحكومه التدريس مستحيل ما قاعد اقول لك هذا يعني فبالتالي لازم يغيرون تخصص ولا اثر سلبي صح ها
لازم اكو تخصصات، لازم اللي هو رصة معلم اللي هو يعني كل هذه الاشياء. يعني صدقني المعلم اللي يعرف انه ما راح ياخذ الكادر الا بعد رخصة المعلم. اي ها صح، راح يحك بريك، راح يقول راح يطق بريك. الاهم من هذا دكتور، الاهم من هذا اني انا الكادر المخصص حق تخصص الفيزياء والعلوم، ايوه، غير عن تخصص التربيه البدنيه والتربيه الفنيه وما الى ذلك. تعطيهم حافز قصدك؟ مو قصور بالماده بس لان زياده تعطي حافز، تعطينا حافز. ايه اعطي حافز، ما يصير الكادر يكون بمسطره واحده لجميع التخصصات وانت تفتقد. وهذا مطبق الان عدل؟ لا، مسطره واحده، مسطره واحده، مسطره واحده للبدنيه. مدرس رياضه اسهل له، هو قاعد يقول يقول اروح انا مدرس رياضه وقاعد اخذ الكادر نفس اللي مدرس فيزياء، ايش حق اروح اعور قلبي انا على مدرس فيزياء؟ وفي حاجه، شلون انت بتخلص وتكويت الهيئه التعليميه والهذا؟ انت عندك انت تقريبا 85% من معلمين المرحله المتوسطه بنين غير كويتي. نعم، ما عندك مدرسين كويتيين. صحيح. في حين في الصف الواحد توصل الى 4 معلمات رياضه اطفال للصف الواحد. نعم، رياضه الاطفال شوف كم ساعه بيخلصونه، خلصوها الحين ويمكن يخلصونه بعد. أي. يعني راح يصير ساعتين دراسه وروح البيت بس. الله يعين، الله يعين. العموم استمتعنا بالحديث وياكم ام عبد اللطيف، مشكوره وايد. فاجأتيني في قصه ان المنظومه موجوده من 2010 واتمنى يتم تطبيقها ما دامها موجوده وحاكرينها بالدرج. ما ان شاء الله قاعد يسوون لها ريفرشمنت الحين ان شاء الله تطبق. ان شاء الله ابو غتيبه مشكور على الانبوت مالك، وعسى الله يوفقك ان شاء الله لنا. والله انا مع وجود انا متامل خير بصراحه، انا متامل خير ان شاء الله بالدكتور حمد العدواني صراحه. يعني خاصة لما قعدنا معاه يوم الخميس يا أخي يعني يتكلم بحرقة يعني بصراحة. أي خلي يهني ويقول وجهة نظره. لا والله لا صحيح جد يعني. أسأل الله يعوضك، مشكور أبو غتيبة. هذه فرصة الساعة المباركة. الساعة المباركة والله. إن والله نتشرف إن في إن نعطي على الأقل المشاهد. صحيح. بعض القصور اللي موجود. نعم. بالتعليم عندنا والمنظومة التعليمية. ويا ريت عاد تطبق يعني هذا الكلام. يعني احلى شيء اشوفه لما يكون عندي شخص اكاديمي يقول لي احنا عندنا قصور، هذا اعتراف. أي. وهذا بالنسبه لي هذه يعني اول خطوه لمعالجه اي خطا. فبالتالي مشكورين وايد على وجهه نظركم، نسال الله يحفظكم. شكرا، نلقاكم ان شاء الله في حلقه اخرى من ديوانيه التلفزيون. ذكركم مره ثانيه ترى برنامج ديوانيه التلفزيون يعاد مره ثانيه يوم السبت الساعة 3 الظهر. عسى الله يحفظكم إن شاء الله، نشوفكم على خير في أمان الله.